اليوم جذب انتباهي طبعا هذا الاخ هنا اللي جاي يصلح الماطورات عن طريق لف الاسلاك الكهربائيه بيها. راح ناخذ له صوره طبعا واحنا ترخصنا من عنده وافق. السلام عليكم. الله يساعدك، رمضان كريم عليك. شلون صحتك؟ احوالك؟ انت من يمتى بهاي المهنه يعني؟ 15 سنه. احنا نلتقطك صوت، اسمح لنا. ام احنا ما حق لك واحده هسه. اوكي، شكرا جزيلا. خلينا نوقف هنا روان، ناخذ هاي اللقطه. هذا المكان يمتاز بالحركة، وهسه احنا ما قبل الفطور طبعا هم يعني احنا دائما تصويرنا يكون ما قبل الفطور اللي احنا صايمين، فناخذ هذا الوقت. اول شيء راح يكون متميز هذا الوقت من ناحية الجو والصور. طبعا هذه المباني القديمة اذا تشوفونها هنا ويانا عليها بعض الكتابات، والله نحاول ناخذها. شوفون وياي هاي طبعا هذا البناء القديم اللي كان يسمى بالشندل، هو اللي هسه يحل محل العقاده والشيرمان. هذه يعتبر كان هذا المكان يتميز بهذه المباني، البيوت الطين القديمه اللي تمتاز بهذه السقوف. لحد الان اكو بعض المحال محافظه على ارثها، على تاريخها من ناحيه العمل، من ناحيه الصنعه. مثل هنا عندنا الحج هنا، خلينا نشوفه. السلام عليكم. الله يساعدك، رمضان كريم. شلون صحتك؟ قناة البصل الفضائية وياك. خذ راحتك خذ راحتك، احنا حبينا ناخذ لك صورة عادي. اي عادي، شكرا. هذه طبعا السندان اللي دائما يعتمد عليها الحداد بالعمل مالته. كانت الاعمال كلها يدوية. هسه حلت الآلة مكان هذه الأدوات. طبعا الصورة هنا ما تشوفون ايش قد حلوة وجميلة، تمتاز بألوان جدا رائعة، تمثل هذا الأرث القديم التاريخي. ناخذ لنا بعد لقطة من زاوية أخرى. أنا أتمنى لك الموفقية والصحة إن شاء الله، رمضان كريم علي، الله يعودك. طبعا هنا عندنا الحجي، دائما أنا أجي هنا لهذه المنطقة. الحج محافظ على هذا العمل القديم اللي هو تصليح مواطئ الماء والبنكات السقفية وإعادتها للحياة عن طريق لفها. خلينا ننتقل إلى الحج. السلام عليكم. حجي رمضان كريم، كل عام أنت بخير أجمعين إن شاء الله. شلون صحتك؟ الله يعطيك العافية إن شاء الله. شلون انت بهاي الهوسة اللي عندك وهاي ال... والله هاي العالم يا جي تمشي انت بعد ما يرجع عليها، والمشكلة انت يعني هاي امانة تعتبر، لا تقدر تذبها انت، حلال وحرام ولا تقدر تتصرف بيها. الله يكون بعونك. انا دم... طبعا دائما دائما اي اي حتى البيت متروس ما شاء الله. شغلك هو يمتاز بال هذا المطار مالت الماي والبنكه تلفها وتعيدها للحياة، مو
قديم انت بهاي المهنه؟ قديم انا ما شاء الله. هذا كان الشارع، هذا شو يقولوا لهاي المنطقه او الشارع؟ القطان. ها منطقه القطان. شنو تعرف هذا الاسم منين اجى؟ كان معانا كلنا دادي فينا كان. ها يعني من القطن؟ اي صنع القطن. اي ومن ناعد من تروح قدام اكو قطان جماعه بعدهم بعدهم ضالين محافظين محافظين على المهنه. اي هم صار هي منطقه صناعيه مال هاي الدرامات اي التنكشيه الحدادين ماكو مبرد. اي التنكشيه من يوم صار الحصار تغير عملهم. اي اشتغلت الامور بهاي كلها بس عزلوا ماكو كلها اشتغلت بالدوائر كلها شناشيل. اي هذا الشارع كان ماكو هذا الشارع. هذا مستحدث يعتبر هالشارع. هذا كله لحقنا عليه كل شيء ماكو. كان سايد واحد ومنا ومنا في شناشي. الله. سايد واحد بالمصلحه توقف بالاخير. طبعا هاي الوايرات هم ماكو. يعني ذاك المكان الجميل الحلو اللي كله شرف الشناشيل تطلع عليه منا ومنا. وانت تمشي بالوسط حتى الشمس ما تلوحك. ماكو بس هذا البيت كان كله شناشيل ومكتوب كان واحد هنا مكتوب هناك شو هذيك الشغلات وذاك فوق. اي. مكتوب يعيش عبد الكريم قاسم كان واحد شو. يعيش عبد الكريم قاسم. هي اخذناها نبهنا عليه الاخ هناك. اي حلو. وبعد الحائط هم قديم. جامد هذا. ها هسه هدم. ها اي هذا كان فوق كامل عشان كله كامله. شوف يعني حتى هاي المسقفات هم يعني كلها من الخشب. خشب كلها خشب. زين ها منو كان يشتغلها يعني؟ زمن اليهود. يعني زمن قديم بعشرينات؟ اي مال اليهود هذا. طلعت معي. اي ما لو كانت ماكو. ها ادوات عجل كل ادوات جد ماكو تعبيده. اي هذا اللي يحفر ماكو انت تقبل القلم والشاق هسه كله دريل وشغلات الحجيم بين منك الكلام. اي واحد يقص يصير مثل واحد يصير لوحه يزخرفون بسمله هذا التخييم يقولوا له بالخشب. حتى كان قبل هاي الحائط مال بين هذه الشمال يضمون به ذهب. اي اي يضمون بين الحيطان. هسه اكو بعض البيوت فلشوها بس اللي هاي لقوا بيها اشبه بالخزنه. كنيسه الكاثوليكيه. اي اكو هناك كنيسه كانت. لا هناك بالعشار. بالعشار. فلش هذا القصه. اي نزل صليب هالقد ذهب. صليب طاح من بين الحائط. من بين الحائط. اي واعتقد اعتقد هذه الميزه همين كانوا يحافظون بها على مود الحر والبرد. يخلون فاصله ما بين حائط وحائط. اي هذا تحت الباب هذا بينه يحطوا له رماد على مود يعزل. على مود يعزل البروده والحوار. ما اشوف هاي البيوت تمتاز طبعا بالصيف تكون بيها شوي بيها بروده. اي وهاي الشناشيل متحافظ على دخول الهواء. خشب ومفتوح من اكثر من مكان. قبل ما كان اكو يعني العالم حتى تحب تحتفظ بالبروده وكذا مكيفات. البنكة زين من عندها اذا موجوده. اي يحطون برده منا يشدونها بخيط ويشدونها بخيط وينزلون برده. اي واحد يقعد منا واحد يقعد منا والناس نايمه ويجرها. يصير مثل المهف. مثل المهف حتى بنكه ماكو لان كهرباء ماكو. انا اتذكر عليه. اي اي حطه بعماريه ونحطه على الشباك غبار الهواء. يستحلس ونده ويثقبها يصب ماي على العاقول. اي هذه شلون عمل مبرده؟ ها شلون حلفه يعني وكذا؟ مو هيك يعني. اي هذول بيت البيضاوات وشلبي يعني هذول الناس واصلين يعني كانوا. اي هذول ناس الاغنياء. اي عندهم هاي الطرق الخاصه بالتبريد بدر المناصير. اي راح خون خون يطيح من كيف زين سيدي تبعيات شخصيه لو لل 150 سنه البنيان هاي مصر القديمة هاي ما كان شارع هذا ما شارع زين هسه هاي البيوت الموجودة اللي هي الشناشيل لا تابعة بعد هالأفراد شخصية لو أخذتها الحكومة كآثار أخذتها الأوقاف الدينية لو ممكن 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 احنا هاي المنطقة منا لهناك هذا ملك ملك هذا اي اي يجوز ما بي آثار هذا تابع منا للأوقاف. اي اي الأوقاف ايش سوت؟ صار نص البلدية محل البلدية ومحل الأوقاف
نص للأوقاف ونص للبلدية. اي انا قصدي من ناحية الارث والتاريخ. اي ما اجت هيئة السياحة الاثار هنا على مود مثلا تعيد ترميم هذه الشناشيل، لان هذه تعتبر قيمة البصرة. اي مالت المتحف. اي شفناها هذه. اي المتحف كانت السفارة الامريكية وين سينما ذاك الوقت الاورس دي هسه حاليا. اي المجمع هنا كان السينما والبريد القديم، وهناك بعضهم كان شناشيل ما في شارع الكويت. كان هنا سفارة يجي الملك غازي ينزل بالسفارة ويجي على هذا الشط ويروح للنهاية هنا هذا اللي بيت الشناشيل. هاي كلها مال بيت النقيب ومال بيت الدورجي وما ادري ايش. فالعالم دخلت بها بالحرب. استحقها؟ بس هالمطاش طلع بيها حجي شبنا قايمه يذب ماي. ها البيت كله واقف على المطار. واقف على المطار. دام المطار يعني هذا موضوع ثاني. هاي بعد العالم ما تصلح وما تصلح. اي ونبدا تشتري جديد. يعني قبل هذا التصليح جده جده يصلحونها ويحطوا لها غاز ويتوسون. يحطوا لها غاز بربع دينار. صح هي قيمتها بربع. يصلحها والعالم يجي عليها رزق. شركه الوالد بالشركات بالحراسات عاف الدكاكين. ياهم ما اجوا نجر مصدر مادي اكثر بالوادي شجر. بالضبط كلها نجرت كلها نجرت. الحداد الفيتر يمه خمسه سته بطله يصلح يمه اثنين ثلاثه بطل فتح له دكان. بس اكو ناس مثل الحجي ما يقدر يعوف شغلته. طبعا قديم شغلته وحتى انتم متعودين عليه. تقاعد ما هو قال تقع انت تقاعد. هاي شغله فيده شيء يكسب منها زايد خير. الحمد لله ان شاء الله الله يرزقه ويرزقك ان شاء الله ويطولكم طولة العمر. حياكم الله يا اهلا. ناخذ لكم صوره هنا. يلا اوقفوا هنا خلينا ناخذ لكم صوره. هاي البنات الحقي هاي يم الحجي. كل عام وانتم بخير ان شاء الله الله يعودكم. مع السلامه. طبعا طيبه اهل البصره خصوصا هاي المناطق الشعبيه قبل صارت الفه ومحبه وسولفنا وضحكنا واكو هواي تفاصيل يعني حكينا بيها ان شاء الله راح تشوفونها. راح ننتقل هنا ان شاء الله كونوا معنا. طبعا بعد هذا الفاصل رجعنا لكم اخواني. هذا هنا نشوف هذا المكان اللي يمتاز بهذه الازقه الضيقه. جذب انتباهي طبعا هاي الاطفال هنا قاعدين جاي يدرسون او يلعبون. خلينا ناخذ لهم صوره. طبعا هنا نشوف هذه الشناشيل القديمه طلت علينا منها المناره مالت الجامع جامع البصره. راح نكمل جولتنا هنا. طبعا مثل ما قال الحجي قال اغلب المحلات عزلوا شافوا لهم شركات وما عندهم مهنه طوروا هذه المهنه بالحداثه اللي موجوده من خلال الاجهزه اللي يتعاملون بها. صارت عندهم امكانيه يشتغلون بشركات عافوا هاي المحلات القديمه اللي كانوا يشتغلون بها. بس اكو ناس بعدها محافظه واكو ناس من اهالي المنطقه معتادين على العمل ما يقدرون يبطلون هاي الشغله اللي هم يشتغلون. هنا طبعا هذا المحل يمتاز يسوي التنانير. التنانير هي اللي يستخدمونها بالخبز بيشوي الاسماك. راح نطب نتعرف على هاي المهنه الجميله. الله يساعدك. رمضان كريم. كل عام وانت بألف خير. الله والديكم. شلونك صحتك؟ الله يعودكم ان شاء الله. شنو هذه المهنه يعني اللي انت تمتهنها ويعني احنا كل ما نجي يعني يمر علينا السنين نلقاك بنفس المهنه ما تقدر تغيرها يعني؟ لا والله احنا هاي مهنتنا بعد. شنو هي تتضمن مهنتكم؟ هاي عندكم بليه تجيبونها وتسوون على شكل نصنع تنور؟ تنور عندنا تنانير. وهاي الادوات الخاصه بالعمل؟ هاي الادوات الخاصه بالعمل مقص. ايه فقط التنانير يسوونها يعني؟ تنانير وتانكيات. تانكيات اي هم نفس العمل هم يعني الاسطواني وكذا؟ نفس العمل. اوكي. اي والله. احنا راح ناخذ لكم كم صوره هنا وانتم جاي تشتغلون. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك.
زين هاي الآلة شنو شو يسمونها هذه؟ هاي مقص هذا. يقص البليت؟ ها وهذه تحافظ على التوازن مالته. نعم نعم. حتى شنو يصير الثقل مالته على البليت. هذا شوي المكان. هاي هسه الآلة هاي اللي شغلها شنو؟ هاي هم قص؟ لو تعديل؟ لو سوي حافة؟ حافة. ها. نقعد بها القدر مال التنور. ها هاي الحافة هاي الآلة تسويها. ايوه هاي الآلة اسويها هاي. راح ياخذها. زين هاي المهنة يعني هم اكو ناس الحدام محافظة على شراء هذه الادوات مثل التنور مثل البرميل. هاي اقدم معمل هو بالبصرة القديمة. ايه. هو وباقي المحلات هذن دائما يتجين. الحج تونا كنا يمه قال احنا هم قديمين. ايه. قديمين. ايه. وهذا بعد محافظ هم على. انا بالنسبة هنا بهاي المنطقة صار لي والله العظيم 50 سنة. ما شاء الله. اي والله عمري 5 سنوات وانا. زين هذه المهنة اخذتها يعني عن طريق والدك مثلا؟ لا والله والدي سايق. ها سايق يعني اختلفت مهنتك اختلفت عن مهنة والدك. نعم. ايه. بديت انت بهاي المهنة من خلال عملك كعامل في احدى الورش لحد ما الله وفقك وتعلمت المهنة. نعم. حلو هسه صارت انت صاحب محل صاحب معمل. انا مو المعمل انا وشريك انا ومهنة. اي القصد انت اللي ماسك العمل. نعم. يعني انت الخلفة مالت العمل. نعم. مثل ما نقول. هذه ما طابة تصليح. لا وين صار لها هاي تقريبا 65 سنة وظل على حطتها تشتغل ولكن اكو شيء. كهرباء يصعد ينزل. هاي كانت قديمة جامع البصرة الكبير وطولنا اياها. طبعا هذه فائدة هذه الشاشة تنطينا مجال. مع السلامة. الله يعودكم. شكرا جزيلا على كرم ضيافتك. شكرا. راح نكمل جولتنا ان شاء الله في ازقة منطقة السيما. طبعا هي هذا الشارع اللي قال عليه هذا اسمه القطان يعتمد او اجت هاي التسمية من محلات القطن اللي كانت تعمل هنا وهسه حاليا عزلت وبقت بس هذه المحلات القديمة اللي مثل هسه المحل اللي شفناه ومحل هناك الحجي اللي هو التصليح. راح ننتقل طبعا هناك ونضبط كاميرتنا. كونوا معنا. حاج الله يساعدك. كل عام انت بخير. رمضان الله كريم. سيح الله سيح حم الله والدك. خذ راحتك. حاجه الظاهر قديم بهاي المنطقه هنا ومحلك هذا قديم مو؟ صار لي 20 سنة. بنفس هاي المهنه؟ نفس المكان. ما شاء الله. طبعا هنا الاطفال والاولاد متعلمين ان يجون يسوقون من عندك واهالي المنطقه طبعا يسوقون من عندك. انت اقدم محل انا هنا كل ما اتعدى القاك. الله يعطيك ان شاء الله طولة الصحه والعمر. الله يعطيك العافيه. الله رمضان كريم الله يعودك. راح ناخذ لك صوره انت هنا انت والمحل. خو ماكو زحمه. لا عادي. اشكرك. طبعا اللي جذبني اكثر وسيله التنقل مالته محافظ على الوسيله القديمه اللي هي الدراجه الهوائيه اللي بتسمى بالباسكل. الماي واحنا صيام. خلنا ناخذ صورة هذه. هسه احنا شفناها تشتري نفاخة هي. شو تسوي بالنفاخ؟ السلام عليكم. السلام. رمضان كريم. كل عام انتم بخير. يعطيكم العافية عمي رحمة الله عليه. هلو. شو تسوي بالنفاخة؟ فطور عمي. نفاخة بابا ينفخها؟ بنتك؟ جدو؟ جدو ينفخها؟ ها اشتريتي من هالمحل؟ اي هذا جدو. ها ذاك جدو. كودن اشتريت منه سيد سيد.
سيد يا هو شو اسمه سيد خوش تحبين ناخذ الصوره بس بناخذ الصوره لازم تضحكين تضحكين يلا اخوي شو يصير لك يا شو يصير لك بتبني ياك الله يخليها يلا اخوي يا مجد اخذ لك صوره يلا شوي الله يعودكم رمضان كريم الله يخليك عمي خذ راحتك شكرا جزيلا رحم الله والديك شكرا جزيلا هاي طيبة تهنى هاي الأطفال الحلوين وقيل تقول أنا أخذت نفاخة من جدو وجدو نفاخ لي إياها زين صاروا عندنا اثنين جدو طلع ذاك جدو يختلف عن هذا جدو وإحنا مستمرين بجولتنا وياكم طبعا انا من اجي هنا كمصور فوتوغرافي تصيبني فد هاله من يعني اشبه بالشجون دائما ما احب اتوقف عن التصوير يعني انا لمو برنامج كان هسه خلف العدسه وما يعني اطلع بكم هائل من الصور الجميله لان يعني وين ما تفتح اكفد لمسه تذكرك به البصره هذه حلوه هنا جاي تنتظر الفطور ما طبعا عندنا تكوين كلش حلو من الشناشيد نشوف هذا الترميم ما بين الماضي والحاضر طبعا هذه البيوت كلش قديمه فحاولوا ان يرممونها بهذا النسب الجديد يعني حتى شنو يحافظون عليها لا من الهدم يحافظوا على جمالها وشكلها بس دائما تلقى حتى البيوت المرممه محافظه على هذه الشبابيك القديمه اوكي من الباب اشر على اسمك وين هو؟ نور اي ظلي مأشر اي زين هسه احنا قرينا نور مو؟ هاي نور دادا من هي؟ وين ها جاي تعلمون القراءة هاي شنو؟ هواء؟ لا انا هاي مو انا هاي الثالث بعد هسه انت شو اسمك؟ الثالث منو؟ هاي نور انت شو اسمك؟ ايات ما كاتبه اسمها وانت؟ هما يعني بس تكاتبه هنا يعني هذا الباب لك طبعا من بعد ما سولفنا ويا الاطفال الحلوين اللي هم كاتبين اساميهم على هذا الباب راح نختم معكم حلقتنا لهذا اليوم من منطقه من مناطق البصره القديمه الجميله هي منطقه السيمر نقول لكم كل عام وانتم بالف الف خير ان شاء الله والله يعودكم خير وسلامه وحلقه جديده من برنامج لقبه تحياتي محمود جزائري Thank you.